أنا فرحان لأنني أؤمن بأن النص من عند الله، ومن اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا النصر، كان جواب ألا إن نصر الله قريب. أنا كنظن أن نصر الله قريب، أنا لا أخشى المؤاخذة ولا أخشى المحاكمة، ولكن اليوم فهمت بأن أنا مهم لحد الدرجة أنني وقفت الاعتراف ديال أمريكا ديال المغرب فيما يخص حقوق المغرب على الصحراء. وعباد الله وتصوروا ما أنت، هاد الناس تهموني بأنني أنا سبب أنه الولايات المتحدة لربما تراجعت أو لا غادي تراجع. الله لما كنت عارفة تراجعت كاع أنا فيما يخص الحقوق ديالنا التاريخية على الأراضي ديال الصحراء. ما عرفت هذه أول مرة وكيحاكموني لأنني حاولت نشوه بواحد السيد اللي هو على ظهره واقف المغرب، وإذا كان شي مغرب لأن كان واحد الشعب مغربي، وإذا كان شي حقوق لأن كان واحد الشعب المغربي، وإذا كان واحد الملك لأن الشعب معاه. الشعب وين الركيزة ديال البلاد ديال المغرب وديال الملك دون غيره؟ الشعب اللي معاه، الشعب اللي كينصر الملك، الشعب اللي غادي يجيب حقوقنا ماشي البشر. واش كتحسب براسك إله؟ ما تخلعنيش وما تخوفنيش، باش تكون الأمور واضحة. اليوم عاد تسقط الخبر شنو ما المتابعات وشنو ما الوقائع، وعطاني قال لك نهار الاثنين اجي تحاكم، في حين ان على الاقل كان خصو يعطيني شهر ولا شهرين باش نضبط مزيان الوثائق ونجيب الحجج المعاكسه. اليوم كيقولوا لي بانه ملي تعاملت مع الدنيا الفلاني هي الجزائر عبر العالم. فين جات الدنيا الفلانيه الجزائر؟ الدنيا الفلانيه ديما كانت الدنيا الفلاني ديما كانت مواطنة حرة وصادقة، حتى النهار اللي سبوا لي امها، النهار اللي سبوا لي امها عاد رجعت ضدنا، ديما كانت معنا. وشكون اللي سب امها؟ القنوات اللي تابعين ديك المؤسسة اللي ما كتصلح والو. ما تأخر والو، المرافعة ما تأخر والو. بغيتو تحاكموني في الليلة ولا شنو؟ شنو كاين؟ غدا الجمعة، غدا الجمعة، كاين السبت لحد الاثنين، ما هذا اللي كاين. متفائل فاش؟ أنا عارف راسي بأن النص من عند الله، ديروها مزيانة في راسكم. وإذا كان الله مكتب عليا شي حاجة غادي ندوزها، وإذا كان الله مكتب عليا ما ندوز حتى شي حاجة ما ندوزهاش. وفضينا كان الله ما كاينش العباد. قبل بعد الجاهلية كانوا الأصنام، وكنقولوا هادو الأصنام والله راهو في السماء. ملي كلشي عرف اليوم بأن الأصنام والشجر ما عندها حتى شي قوة وما عند ماشي هي اللي كتقرر، بداو كيجيو شي عباد الله كيحسبوا راسهم آلهة. فهاد العاد الباشا اللي كيحسب راسو بانهما آلهة هما اللي خصنا نحاربو، هما الاصنام ديال القرن 21، هما الاصنام ديال 2022.